قامت شركة بسورة بطرح مبادرة هيك صح بالتعاون مع وزارة البيئة. للحديث أكثر عن هالمبادرة وأهدافها معنا ضيوفي في الاستوديو المهندس منذر الرماوي، أهلا وسهلا فيك، ومعنا السيد مدير عام شركة بسورة سيد ماهر الدعاس، وأيضا سيد محمد خلاف المدير التنفيذي للمبادرة، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بدنيا يا دنيا بدي أبلش من عندك أكيد سيد ماهر وحضرتك مدير شركة بسورة. يعني طبيعي كل إنسان عايش على هاي الأرض من حقه أنه يعيش في بيئة نظيفة وصحية. بعتقد أنه من هذا المنطلق بلشتوا بفكرة إنشاء شركة بسورة. احكي لنا شوي عن متى انشئت هاي الشركة والهدف منها. شكرا لك. صحيح اللي تفضلتي فيه أنه كل إنسان فينا حقه يعيش في بيئة نظيفة. عشان هيك شفنا بالمناظر بالشوارع وبالحارات عند بيتنا وعند بيتكم المناظر مؤذية. من هذا المنطلق فكرنا انه نعمل على فصل المواد من مصدرها قبل ما توصل الحاوية. حلو. كيف؟ كيف؟ فكرنا بداية نقول اقل شيء نبدأ بالورق مشان نعود المواطن على انه يقدر يصير يفصل المواد ببيته. قبل ما توصل الحاوية. يعني العفو لما يبدأ بالورق احنا قلنا بنوفر له الحاوية الآن أو الكونتينر، بصير هو الورقة هاي بدل ما يكبها بالزبالة صار يحطها بكونتينر خاص. شوي بتعود، نعوده شوي، بعدين يحط البلاستيك بكونتينر آخر، المعدن بكونتينر آخر، وهكذا. يعني انتم بتوفروا كونتينرز؟ نعم نوفر كونتينرز لكافة المنازل. يعني هل في توزيع معين لمناطق معينة ولا للكل؟ بدأنا الآن بالمدارس. ركزنا على الأجيال من الكي جي 1 للابتدائي للإعدادي للثانوي، طلعنا للجامعات للمؤسسات للوزارات للشركات الخاصة، وفرنا لهم كونتينرز. الكونتينرز هي الحاويات اللي عم نقصد فيها الحاويات. لكن موجود يعني البلدية بتوزع حاويات، هل شو بتختلف الحاويات اللي انتم عم بتقدموها عن الحاويات اللي بتقدمها البلدية؟ نحن بنشتغل بإشي بيئي، فقدمنا لهم حاويات ورقية برضو من كرتون. أوكي. كمان صديقة للبيئة كتير منيح، خاصة للورق. هدفنا طبعا نعود المواطن حتى من الروضة من الكي جي 1 انه يصير يقدر يفصل المواد بالبيت. كثير منيح. يعني بدنا نخلق جيل جديد واعي للموضوع البيئي فقط. حلو كثير. يعني هي شركة بسورة حسب ما فهمت من حضراتكم بأنه شركة حديثة نوعا ما، يعني بلشت بال 2011. والسؤال لك سيد محمد وحضرتك مدير تنفيذي للمبادرة، قبل ما نحكي عن المبادرة حاب أحكي أكثر أركز عن الشركة. بلشت بال 2011 وكان لها نشاطات كثيرة، يا ريت تحكي لنا شو عملت من 2011 لهلا قبل ما نحكي عن المبادرة. أول شيء احنا أول شيء صباح الخير للمشاهدين الكرام. احنا بدأنا زي ما حكيت بدأنا بشهر 8 بدأنا هذه الشركة. كانت قاعدتنا الأساسية هي المدارس بالبداية، وانتشر من خلال المدارس انتشرنا للمنازل للشركات للهيئات للوزارات، والحمد لله لقت كل النجاح بفضل التعاون المشترك اللي بيننا. أول شيء احنا كمجموعة ببسورة وبتعاون مع أي جهة عملنا معها، لأنه حبت المشروع حبت الفكرة. يعني حتى أنا استغربت كتير، يعني ما كنت متوقع هذا التعاون يكون بيننا وبين المدارس والطلبة وحتى الجامعات وأي مكان احنا وصلنا له الحمد لله كان في تعاون كتير كبير، وهذا هو أساس النجاح كان لأي مبادرة احنا مطرحها وآخرها هيك صح. طيب نحكي عن النشاطات اللي قمتوا فيها. احنا قدمنا كثير اولا حوافز عشان نلاقي اجابه من الجهات المستفيده زي الطلبه زي المدارس كذا. يعني من العام الماضي لهلا يعني عم بتقولي احنا عم نزيد بكل فصل عم نزيد 100 مدرسه تقريبا، عم نحصل على موافقات ل 100 مدرسه نتعاون معها. كانت بالتعاون زي ما قلنا مع وزارة البيئة. من البداية مع وزارة البيئة. نعم. يعني قديش وزارة البيئة بالفعل ساعدت وساهمت في إنجاح هذا المشروع؟ والله ما بتتخيلي قديه، يعني أنا يكفي الاسم لحاله هو كفيل إنه يكون كفيل لنجاح هيك مبادرات. بس وزارة البيئة كتير ساهمت يعني بدعمنا معنويا على الأقل إنه نوصل لمرحلة إنه. نعم.
الكل يكون مبسوط من وراها. نعم. مهندس منذر، وحضرتك راعي وناشط لمبادرة المبادرة اللي عم نحكي عنها إحنا هيك صح، وهيك صح يمكن من اسمها عم بتحس انه عم بتقدموا شيء شو الصح للطلاب، عم نحكي للطلاب المدارس. هلا حضرتك مدير شركه خاصه وحبيت تشارك في دعم هاي المبادره، كيف اجت الفكره بانك تشارك في دعم هاي المبادره، وشو حسيت انك قدرت تحقق من خلال مشاركتك فيها؟ شكرا. هو الصح اني اولا اشكركم واشكر قناه الرؤيه وتلفزيون الرؤيه، وصراحة إنه هذا برنامجكم برضو دنيا يا دنيا إحنا كنا بنشاهده ومعطي صدى كبير، وأنا مبسوط إني فيه عشان الناس تعرف بالضبط شو معنى هيك صح أو شو يعني مبادرة هيك صح. هيك صح دائما إحنا بنقول اللي هي عكس كلمة ممنوع، لأنه الممنوع مرغوب صح. ولو نلاحظ إحنا حتى المدخن لما بنقول له ممنوع أو تدخنش جكر، بنقول جكر بصير يدخن. فإحنا حقيقة الإخوان في بش ورق لما أجوا علينا على الشركة، وأنا وجدت المعنى الأساسي لشغلهم البيئة والمساعدة على نظافة البيئة على طول بدون تفكير. طبعا إحنا لأنه إحنا شركة تنتج مواد طبيعية صديقة للبيئة، وهذه المواد أصلا إحنا الآن بنعمل من 8 سنوات على إحلالها مكان المواد الكيماوية اللي موجودة بالأسواق، مع الاحترام لكل صناعة ومع الاحترام لفعاليات كل صناعة. فبديت طبعا معهم وقلت لهم أنا ما بدي بس أرعى هذه المبادرة، بدي أكون جزء منها لو سمحتوا، وتكرموا وفعلا أشكرهم. القصة إنه لما بدوا في المدارس، إحنا بنعرف إنه المدرسة هي مكملة للمنزل صحيح، وبنعرف حاليا انه مدارسنا هي اللي بتخلق اجيالنا، فاجيالنا لازم ندربهم خاصه الاجيال القادمه على الاشي اللي احنا بصراحه ما تدربنا عليه. دائما احنا الغرب سبقنا بانه بنلحقهم بعد 20-30 سنة ضوئيه او 100 سنة. احنا الان بمنتجاتنا وبطرقنا هذه بدانا مع الغرب خطوه بخطوه. فبدينا احنا عندنا منتجات بنعقم فيها الان، بدينا معهم مجانا للمدارس، وبخلينا يعني نسوي جهاز تعقيم. نعم عندنا اجهزه تعقيم ضبابيه بنعقم حتى مدرسه روضه حضانه، لانه نحن بنعرف انه الواحد لما بيبعت ابنه على الحضانه او على الروضه بيجيب له كل الامراض للبيت صحيح، من زملائه ومن يعني اصحابه من العدوى، لانه الطفل فاحنا بدينا الان نبدا معهم بانه نعطيهم الاجهزه منا كشركه، ونعطيهم المواد منا كشركه. المواد اللي بتمتاز انها لا ريحه لا لون لا طعم وفي نفس الوقت غنيه بالاكسجين. والاكسجين طبعا معروف انه الانسان بيستطيع يعيش بدون شرب ساعات، وبعيش بدون اكل ايام. بس بدون أكسجين بعيش 5 أو 10 ثواني. طبيعي. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى خلانا الهواء مجانا يعني. إن شاء الله يظل مجانا. إن شاء الله. أنا بس كنت حابة أسأل يعني سيد منذر، كيف بيتم توزيع هاي الأجهزة، أجهزة التعقيم اللي ذكرها الأستاذ هون، على أساس أنه منوزعها على المدارس والجامعات؟ هل بيتم اختيار مدارس معينة دون عن غيرها؟ هل بيتم دراسة معينة قبل لحالة المدرسة، لوضع المدرسة، لوضع الجامعات الصحي لإلها أو البيئي، حتى أنها تحس أنها بالفعل بحاجة ل أجهزة التعقيم هاي؟ العفو، انطلاقا من مبادرة هيك صح، احنا عمنا بمشاركة طلبنا من الطلاب انه ينظفوا المرافق الصحية عندهم، نحن بنقوم بدورنا بتعقيم المرافق الصحية صحيح. يعني الموضوع له شقين، اول شيء تعليم وتدريب الطلاب مشان تصير بالاخر هي عادة عندهم، هي عادة انه دائما تكون المرافق الصحية عندهم نظيفة بشكل دائم. نحن مكافأة للعمل هذا بنقوم بتعقيم المرافق الصحية. إذن أول شيء زرعنا عند الطلاب، كثير معظم المدارس بيعانوا من المرافق الصحية ونظافتها صحيح. فلاحظنا أنه الطلاب كيفوا طبعا يعني، وحتى المؤسسات الخاصة كمان لقيوها شغلة كويسة، أنه الناس صار عندهم دافع وحافز أنهم يحافظوا على نظافة المرافق الصحية. نعم. نحن بنيجي بعد ما نلاقيها نظيفة نعقم لهم اياها.
فلقينا شغله يعني مكسبين بالموضوع هذا، حتى ادارات المدارس الجامعات ارتاحوا كيفوا على الموضوع هذا كثير. اكيد عملوا برنامج تفضل بدهم يعملوا برنامج يصيروا قبل وبعد، كيف المرافق الصحيه كانت قبل وكيف بعد المبادره هيك صح. فاذا مبادره هيك صح ما بتوقف عند حد معين. هي كل شيء بمسك، العفو بمسني انا، بمس كل مواطن، كل ولد، كل زلمه كبير، مثقف غير مثقف، دارس مش دارس، بعمان بالكرك باي مدينه باي قريه، هيك صح بمس كل مواطن. نحن هاي رساله، كلام حلو. رساله بنقولها انه هذا هيك صح يعني مش غلط. واكيد لقيتوا في اقبال من قبل هاي المؤسسات، سواء كانت المدارس او الجامعات او حتى المؤسسات اللي عم بتوزعوا فيها المعقمات، انه بالفعل حابين هذا الشيء ينتشر يعني ومكون موجود. واسلوب لنشر الوعي حتى كمان ما بين الطلاب كثير مهم. بدي ارجع لك سيد محمد، وحب اعرف منك اليه توزيع هاي الاجهزه، هل بتم عن طريق اشخاص بتعاونوا معكم لأجل التطوع فقط، مساعدة منهم لنشر وعي الحفاظ على البيئة بشكل جيد، كيف بتم توزيع هاي الأجهزة؟ هلا بالتنسيق معنا مع المصنع اللي هو تابع لمهندس منذر. نعم. هم اللي احنا ما بنوزع أجهزة، احنا بنقوم بعملية تعقيم فقط. يعني احنا بنودي الأجهزة بسياراتنا، بسيارات مصنعهم، اما ما بنعطي اجهزه لمدارس او لاي جهه. فقط احنا بنكافئهم، انت هذا تمام الشيء الصح اللي عملته، يعني انت نظفت، اسف بهالكلمه، يعني نظفت الحمامات في المدارس، ما هي لا لهم صحيح، بتخلي بيئه نظيفه، من حق اي طالب انه يعيش في مكان نظيف او مدرس او مدير. فهاد بيتم التنسيق احنا بيننا وبين المدارس، اللي هي اول شيء التزمت نظفت هذه الاماكن، احنا بنعاقم لها بالمجال. احنا طرف والاخ هون طرف، متعاونين كثير، يعني ما في اي مشكله بانه نوصل حتى ل يعني ما وجدتوا اي صعوبات ابدا بايصال هاي المعقمات حتى للجهات المعنيه، او حسيتوا انه ما في نوع من التعاون ما بينكم وبينهم؟ كلهم كانوا متعاونين. هي اصلا المنتج طارح نفسه، واحنا كمان مش بس المنتجات اللي هو تابع على السيد منذر، لا احنا اي شيء بيتعلق للبيئه احنا مستعدين ندعمه كبسورة. بحيث انه في كان متعاونين معكم، يعني حتى نقول اشخاص ثانيين، شركات ثانيه كانت مساهمه في انها تساعد الى نشر هذا المنتج او هاي المبادره بشكل اوسع؟ المبادره لسه ليتلي هاي عم تنطرح بالمدارس، بالجهات اللي احنا عم نتعاون معها من قبل واللي فتحناها بعد. لا يا كل استحسان، بالعكس من الجميع، يعني حتى من المصانع زي السيد منذر، يعني قبلها بكل قلب وسيع. بالمناسبة احنا بنحكي اي شيء متعلق او قريب للبيئة احنا مستعدين ندعم فيه. وحتى انا متأكد يعني من وراء هاي المبادرة هم اصحاب اللي بينتجوا مواد صديقة للبيئة كتير متعاونين وحيدعموا كمان بهذا الاتجاه. لنوصل لمرحلة الأخيرة نقول كل شيء عندنا صح الحمد لله، ان شاء الله يضل شوي شغلات صغيرة يعني يضل مش صح، اما انه يعني قد ما بنقدر قد ما الله اعطانا انه نوصل لمرحله انه ما بعرف في احدى الصور اللي بديت لك اياهم. يا ريت نشوف الصور. الطلبه الصغار صاروا ينادوا يقولوا بعد التعقيم هيك صح، يعني كان كثير يعني حسيت انها فعاله كانت المبادره بالفعل، والاطفال كثير انبسطوا على هاي المبادره. عم نشوف يمكن بعض الصور، هاي كانت نشاطات في احدى المدارس. تفضل سيد منذر. أنا بدي أضيف لشغلة تانية، زي ما قلنا إنه إحنا بنعقم برضو بنوعي. يعني إحنا الآن من اقتراحاتنا برضو على المدارس إنه يختاروا لنا الأوائل في كل صف ثانوي من الصبايا وليس الشباب، معلش، لأنه إحنا بدنا الصبية هي اللي حتكون أم المجتمع القادم، حتى نبدأ نشرح لهم المواد الصديقة للبيئة والمواد الطبيعية. كمثال على ذلك، مثلا الآن احنا بنعرف الخضار والفواكه، مثلا الخضار والفواكه كثير ناس وكلنا بنعقمها بخل وبنعقمها بكلور وبنعقمها بمواد كلها كيماوية وحامضية،
موادنا احنا بتكون مواد طبيعيه زي ما قلت، لا لون لا طعم لا ريحه. لما نعلمها للصبيه بالمرحله الثانويه نفس الشيء، كيف تحافظ على الهواء اللي في البيت، كيف تحافظ على نظافه المطبخ، على نظافه الحمام. صحيح. احنا بنعرف انه البكتيريا والميكروبات بتعيش وين؟ اكثر شيء بتعيش على في المطبخ وفي الحمام، عفوا، في عند سله القمامه، عند المكيفات، عند الدكتس. فهذه كله احنا بدنا نبدا نعد ننشر ثقافه الوعي انه لا، هيك بدنا نعمل، هيك الصح. هذا الامر يجب انه نبنيه مع اجيالنا القادمه، ونجعل هذول الاجيال يعملوا الوطن اللي احنا بنحلم فيه كلنا. وحسيتوا اكيد من خلال هاي المبادره جداً انه جدا يعني في صار نوع من الوعي بالعكس يمكن عند الطلاب. بس احنا عم نقول مستقبلا يعني كمان يضل هذا الشيء مستمر. يعني برامج تضل مستمره. وهون بدي ارجع لك سيد ماهر، ويعني اعرف من حضرتك يعني مثل هيك برامج قديش بالفعل بتساعد وبتساهم على نشر الوعي لطلاب، وبالمقابل حتى المواطنين مستقبلا. نعم. لأنه بالنهاية إحنا الطالب حيكبر. نعم. وحيأثر على مجتمعه. فقديش مثل هيك مبادرات مهمة وبتركزوا على إنها دائما تنتشر في كل القطاعات، مش بس بقطاع التعليم نقول. نعم. حتى بكل القطاعات. وأنتوا دوركم هنا في هاي الشركة بإنتاج مثل هيك مبادرات والاستمرار في عمل هيك مبادرات. تفضل. طبعا العفو، احنا لاحظنا بالمدارس انه صار تغيير جذري بشهادة المدرسات والادارات، طبعا انه صار تغيير جذري عند الطلاب بالمدرسه، بنظافه المدرسه، مش بس بالمدرسه، الطلاب حتى روحوا على اهاليهم كمان بالبيت صار يقولوا للاهل انه هاي الورقه حرام نكبها، الجريده حرام نكبها، صار يجيبها بكيس نايلون ويروح على المدرسه وحطها بالكونتينر تبع بس ورق. يعني حتى للاسف بالشارع صار الطفل بشارع يلاقي ورق يقول هاي لها ثمن، لها قيمه. طبعا احنا بنعطي محاضرات بسيطه وسريعه، دائما احنا بنقصد او يعني بنحاول قدر الامكان نجيب الاشياء البسيطه اللي توصل بسرعه، كيف بس كلمه بس ورق مشان توصل لاي حد. أو هيك صح. صح نعم مشان توصل بسرعة. يعني هل البرامج اللي بيخضعوا لها مثلا الطلاب هي محاضرات فقط ولا بيكون في رحلات مثلا؟ في رحلات طبعا. بنقوم برحلات بدعم مثلا السيد منذر بشركته، تبرع مشكور طبعا وغيره مشكور انه يعطينا مثلا يستأجر باص كامل. ويصرف عليه من فطور غدا كذا الى اخره. ناخذ شباب رحلة على منطقة مثلا تقولي زي البحر الميت او كذا، فيها هواء اكسجين. ينظفوا المنطقه هاي الشباب المتطوعين ويرجعوا. في شركات داعمه زي السيد منذر وغيره كثير يعني. فهي الطلاب كمان لقوا فيها استحسان انهم ما بيدفعوا شيء. بيروحوا عباره عن رحله استمتاع وبنفس الوقت كمان هم رسل للمنطقه هاي اللي بيروحوا عليها. صح. انه نحن بننظف البيئه حتى سكان المنطقه بتعلموا منهم. بتعلم منهم. صحيح. صحيح. نعم سيد محمد، يعني كمان اكيد من خلال متابعتكم لسير المبادره في المدارس اكيد بيكون في طلاب بيكونوا مميزين عن غيرهم من الطلاب، او اقسام مميزه عن غيرها من الاقسام. هل بيتم تكريم طلاب الاكثر نشاطا مثلا في جمع النفايات؟ هل الاقسام الاكثر نظافه بيتم تكريمهم بشكل يعني ما بعرف كيف ممكن الآلية اللي بتكرموا فيها الطلاب؟ هل هل بيكون في تكريم معين؟ احنا متفقين مع كل مدرسة يزودونا بالطلاب، عدد طالبات او طلاب اللي هم ناشطين بيئيا، واحنا كجهة بس وراء احنا بنتابع هذا الحكي، وكل فترة من الفترات بنقدم حوافز. حلو. طبعا هي عينية بسيطة جدا، بس هو طالب بيلاقي نفسه فيها يعني، من دفاتر رسم، من شناتي لطالبات، شناتي تابعة صديقة للبيئة كمان، مش شناتي أي شناتي يعني. حلو. سلت منتجة. يعني هي دائما الحوافز بتساعد. طبعا هلا يعني وإحنا بصدد إن شاء الله نصير نصدر شهادات كمان. نعم. وعنا فتحنا مركز تدريب جديد هلا بيدرب على البيئة وعلى كيف. كثير منيح، احكي لنا شوي عن المركز هذا. والله لو يحكي لك السيد ماهر اكثر مني. تفضل سيد ماهر، شو بيعمل هذا المركز؟ اصل الفكره عندنا هي نشر الوعي والثقافه. طبيعي. هذا الاساس. فالموضوع اذا كان بمكتب كان محصور وما بيسع يعني وهيك، ففكرنا بموضوع المركز يكون اكبر واوسع. على اساس كل النشطاء البيئيين يكونوا موجودين. اسف يعني عندي فكره انا بطرحها على حضرتك.
صار عندك فكرتين عن الموضوع البيئي، عندك فكرة كمان طرحتيها علي، يعني بصير تعاون، كل واحد عنده فكرة بيطرحها. بيجي الأستاذ منذر مثلا بيعطينا محاضرة في إشي جديد ما بنعرفه في موضوع مثلا التعقيم بالمواد الصديقة للبيئة، صار عندنا ثراء وغنى بالأفكار بالأفكار البيئية. ونحن بدورنا العفو زي ما أنا أخذت من الأستاذ منذر بنقلها للمواطنين الآخرين، وهكذا بتوسع الدائرة. فإحنا بالآخر بدنا نخلق وعي وثقافة بيئية جديدة تصير عادة عند المواطن، لتصبح عادة كما في أوروبا، إنه المواطن الأوروبي بيمشي بالشارع لما يلاقي سلة الزبالة بيحط الورقة ما برميها بالشارع. نحن بدنا نخلق العادة هاي، العادة إنه يصير المواطن فعلا يكون متحضر لدرجة إنه يعني تلقائيا ما يفكر الموضوع من نفسه، من نفسه. هذا المركز هذا دوره، وبدنا نزيد يعني تصير دائرة تنتشر وتكبر. طبعا كلهم متطوعين ما شاء الله، والناس ما شاء الله عليهم يعني كتير كتير متطوعين يعني متحمسين للفكرة. يعني السنة الماضية غير السنة هاي حسيتوا بفرق كتير كبير. احنا للأسف يمكن في بعض الحالات بتصير بأنه الواحد ما بيكون في عنده رادع لأنه يقوم بالعمل اللي عم نحكي عنه، أنه يشيل الورقة ويكبها بمكانها المناسب إلا إذا كان في مخالفة معينة. وهذا الشيء احنا بنتمنى أنه ننتهي منه، أنه تصير الشغلة منا احنا، من ذاتنا احنا، تنبع منا، أنه نحس أنه احنا هذا وطننا، هذا المكان اللي بنحق بحقنا أنه نعيش فيه بنظافة. عشان نعيش فيه بنظافة لازم من نفس احنا نتصرف ونحافظ على نظافة بلدنا. انا بدي اشكركم بنهاية هاللقاء، كل شكر لتواجدكم، واتمنى لكم كل توفيق بهاي المبادرة. هيك صح وهيك صح، اكيد هيك صح، انه نضل ببلد نظيف وصحي 100%. كل شكر لكم، اهلا وسهلا فيكم معنا. في كلمة اخيرة تفضل. بنقول هاي المبادرة بس ورق وهيك صح هي عبارة عن بذرة تحتاج الى نمو. صح، نحن زرعناها ونستنى من كل مواطن، كل مواطن يساهم في إثراء هاي الفكرة والمبادرة. كل شيء يعني شكرا لكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم.